اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. النهارده معانا الرز المصري، هنعمله جريتان بالدجاج. فكره اكله بسيطه وسهله ولكن بيعجبني فيها وكمان بشد انتباهي مكوناتها. رز يعني كربوهيدرات ونشويات، فراخ بروتين، الاكله فيها تفاصيل كتيره وفيها شغل كتير ولكن هتعجب الكبار والصغيرين. معانا النهارده سلطه البنجر بالطحينه، وداعا للانيميا مع البنجر اللي هو غالب السكريات الطبيعيه. وسلطه الطحينه بالبنجر اكيد لها تفاصيلها مع الشيف المغازي بطريقه جديده. ولكن في ايام الصيف اللي احنا بنشهدها دلوقتي، بقى لنا تقريبا اسبوع حر قاسي والدنيا حر، الواحد بيشرب ميه ساقعه، بيحب ياكل ايس كريم. النهارده معانا الايس كريم بالبطيخ، والاسبوع ده ان شاء الله مع بعض هنعمل كذا صنف من الفواكه، ازاي نعملها ايس كريم بطريقه سهله لكل ست بيت وكل بنوته تقدر تعمل الايس كريم بسهوله. هخليكي تعمليه في البيت، الفاكهه اللي نفسك فيها هخليكي تاكلها ايس كريم. ايه رايكم في كده؟ تعالوا مع بعض نشوف نعمل الايس كريم ازاي. ايس كريم في جليم، مقاديره على الشاشه. بطيخ حلو، كريم شانتيه بودر او سائل مفيش مشكله، هنعمله مع بعض. معانا حليب بودر ومعانا شويه فانيليا ومعانا بطيخ خالي من البذر، وركزوا في موضوع البذر ده قوي. ودلوقتي ريحونا، في بطيخ ما فيهوش بذر خالص، اكسر البطيخه تلاقيها حمراء، انا مش بحب ده، انا لازم اتعب عشان اكل البطيخ ولازم احس ان انا باكل بطيخ واحط ايدي عند بقي كده وينزل البذر. اكلمكم الصراحه يعني البطيخ اللي هو من غير بذر ده مش بيكيفني خالص في الاكل. ده الايس كريم، كريم شانتيه بنعمله، معانا بطيخ ومعانا فانيليا ومعانا حليب باودر. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. الادوات، الكاسات اللي هنوزع منها على الجيران والحبايب، دنيا حر، احلى حاجه ممكن تهديها لاي حد بجد والله العظيم هو ماشي في الشارع كده، ازازه ميه حلوه ساقعه، ايس كريم، الحاجات دي مهمه جدا، حاجه عصير ساقع، الحاجات دي كلها. هنعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هنحط اول حاجه البطيخ. بصراحه يعني ده طالع من الثلاجه ساعة، اخويا مصطفى خلص نصه وانا شخصيا لو دلوقتي الكاميرا مشيت من عليا هاخد الصحن ده واجري واكله مع حته جبنه قريش يا ويلي، ورغيف عيش حلو محمص كده، ويا سلام لو شويه مش حلوين وحته فطيره مشلت، احلى غدا للشيف. حلو زي ما هو كده البطيخ تمام تمام. هنحط عليه يا عم الشيف الحليب البودر، شويه الفانيليا. حلو ده ايس كريم، طبعا لازم يكون عندك تبريد عالي للامانه. وناخد شويه من الكريم شانتيه اللي احنا خلطينه مسبقا، تجيب الكريم شانتيه وتجيب حليب مثلج وشويه حليب مركز، ابو تحطي حليب على النار وتسيبيه يغلي مع سكر كانك بتعملي شربات، هيتركز معاك. هنمسك ده نخلطه كده مع بعضه. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده بيتقلب ببعضه كده اهو. ينفع في الخلاط؟ لا ما ينفعش في الخلاط زي ما احنا شغالين كده، عشان عايز اشوف البطيخ متقطع قطع صغيره كده في قلب الايس كريم. واحده واحده. الله الله. هنا تقوله لا ده كريم شطيه باش حبيبي حبيبي تمام. كل ده زي الفل يا عم الشيخ. دي المرحله بتاعت الايس كريم تمام كده زي الفل، عندي قوام الايس كريم جاهز للتبريد. شيل دي كده بالراحه، تعالوا مع بعض كده ايه
نعمل يعني افتكاسه بنقول يعني المفروض احنا معانا ديب فريزر ومعانا تبريد على الهواء عشان نتكلم في حاجات كده بيبقى لازم منها، ولكن الحاجه دي بتاخد وقت شويه، فانا هريحك تعمليه ازاي واحنا مع بعض. ولكن بقيه التفاصيل معاك انت بما انك انت في البيت وعندك الديب فريزر شغال وزي الفل، ودايما كاتب في المقادير وظهرت على الشاشه تبريد عالي. حلو الكلام. عندي المعلقه بتاعه الايس كريم تتحط في ميه ساقعه ينزل كده، والله فكره يا شيف، يعني اي نوع فاكهه ممكن اعمله بالطريقه دي. عندي البطيخ، هو على طول بتلاقيه مفاجئ مباشره يمسك نفسه. هو كده طبعا لانك انت نازله على البطيخ على كريم شانتيه مجمد، ادي واحد بتزيني الطبق الحلو ده كده خليها انا كده بورقه نعناع خضراء او سيرب. والله فكره يا عم الشيف. عندنا سيرب ده ولا خلصان؟ بص عليه كده، ده خلصان ماشي، يبقى مفيش لازم سيرب فراوله او فواكه زي ما انت حابب. تاني بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكريم شانتيه بيتعمل ازاي؟ بنجيب البودر منه او علبه كريم، البودر افضل يعني، بنحط عليه شويه حليب بودر وشويه حليب مركز، وطبعا الحليب المثلج طالع من التلاجة، وبتخلطيهم كويس. ننزل بالبطيخ بتاعنا. فكرة تاكلي ايس كريم بالبطيخ. وعشان الأمانة يعني تقدر تحط ده في الفريزر شوية قبل الاستخدام. مفيش مشكلة، على الأولاد ما يتغدوا هتاكلي أحلى آيس كريم بالبطيخ. ده مكانه هنا. تاني. بالشكل ده كده. تقعدي بقى تعملي الكاسات وتجيبي من عند الجيران والحبايب، وزي ما قلت لحضراتكم احلى هديه دلوقتي في الصيف في الحر بالذات في الايام دي وساعه الذروه كوبايه ازازه ميه ساقعه ايس كريم او عصير مثلج. جبنه؟ لا ما فيش، ما فيهاش. الله يشفيك انت راجل طيب. انا كنت يعني عايز احط صوص فراوله، بس انا لو حطيت صوص فراوله هيغير الطعم. حلقتنا النهارده فيها شويه خبره طهويه، قدرت تتصرفي. شفت الايس كريم طلع بسهوله ازاي؟ زي الفل، عامله زي الشوكولاته لما تطلعيها من الثلاجه وتقدري تغلفيها باي نوع من انواع الفاكهه مباشره بتجمد فيها، لان في الشوكولاته هنا فيها عمليه تجميد. نفس الموضوع مع الايس كريم بتاعنا، طالع من الديب فريزر نزلنا عليه بالبطيخ بعد ما خلطنا عليه جزء من الكريم شانتيه والباودر والفانيليا، وعملنا سلطه البنجر بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه، وعملنا صينيه جامده جدا فيها خبره طهويه، فيها تفاصيل كتيره من الدجاج من الرز من البشاميل. كل ده يا عم الشيف السفره بتاعتنا يا رب تعجب حضراتكم بتفاصيلها، بترضي الصغير قبل الكبير. رؤيه فن ابداع بساطه سهوله مرونه، كل ده بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.